كيف ما تبعتوا معنا حضرنا اليوم الجلسة المنعقدة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية هنا بمحكمة الاستئناف بتطوان مؤازرة لموكلي الذي سبق له أن حكم من أجل المشاركة في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ضد أحد الأصول. المحكمة تنظر الآن في الاستئناف اللي تقدمنا به ضد الحكم المذكور، وحنا بالنسبة لنا الملف تقريبا جاهز. اليوم حضر أحد الزملاء وتنصب مؤازرة لأحد المتهمين المتابعين على ذمة هذه القضية. المحكمة استجبت لطلبه بشأن تمكينه من أجل كاف لإعداد الدفاع، وذلك تكريسا لحق مؤازره في الدفاع. الجلسة أو الملف تأخر لجلسة 3/7، وذلك للمناقشة. احنا بالنسبة لنا الآن الملف كنعتبره بأنه يعني أضحى جاهزا للمناقشة، تلك المناقشة الكفيلة بالمساهمة في تكوين قناعة المحكمة وتبيان الحقيقة التي يبحث عنها الجميع.